بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحن اليوم على موعد مع مثل عماني قديم وعريق، وهو فنجا وغيلها. هذا المثل يضرب عادة في من له شيء يخصه أو يملكه أو ينسب إليه لكنه لا يستفيد منه، وهذا ما كان عليه حال فنجا مع غيلها. إذ كان غيل فنجا في الماضي يمر خارج البلدة، فلا يستفيد منه أهل فنجا، وإنما يستفيد منه أهل البلدان المجاورة. فلم ينفع فنجا غيلها إلا الاسم. وقد سار هذا المثل حتى قال فيه العلماء الأشعار، منهم من قال: إذا لم تكن بالعلم لله عاملا فأنت وإياه كفنجا وغيلها، ما فائدة العلم الذي تملكه أو ينسب إليك إذا لم تكن به عاملا؟ فما حالك إلا كحال فنجا التي لا تستفيد من غيلها وإن كان ينسب إليها. ومن طريف القصص أن الشيخ الفنجوي، الشيخ القاضي سيب بن محمد الفارسي رحمه الله تعالى، ذكر قصة، وهو أن امرأة جاءت لأحد قضاة زنجبار وقالت له: أنا وزوجي كفنجا وغيلها. ففهم الشيخ القاضي مرادها، وهو أن زوجها لا يقربها، أو أن زوجها كان عنينا في حقيقة الأمر. فطلب الرجل، فجاء الزوج أمام القاضي ممتثلا طلبه، فأمهله القاضي عاما للعلاج، لكن الرجل لم يتعالج طوال ذلك العام. وبعد انقضاء العام جاءت الزوجة تشكي أمر زوجها مرة أخرى، فطلقها القاضي منه. فهذا من طريف القصص. فلنا نكون إخواني المستمعين مع العلم والعمل كحال فنجا وغيرها، وإنما يجب علينا أن نزاوج بين الاثنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا حسن العلم، كما أن يرزقنا حسن العمل بما تعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.